بكم من جديد. نشكر دكتور محمد إدريس آدم مدير عام وزارة الصحة في شمال دارفور، كان معنا قبل انقطاع الكهرباء من الاستوديو، بنتكلم عن إضراب أطباء شمال دارفور ومستشفى الفاشر وعدد من مستشفيات الولاية. الكهرباء طبعا بتقطع في كل مكان، وإحنا ما يستثنى، متعودين على قطعة الكهرباء أثناء المباشر في عدد كبير من الحلقات، وإن شاء الله الأمور دي تتعالج بشكل عام في بورسودان وفي الخرطوم وفي الشمالية وفي كل مكان. حالة العجز في التوليد الكهربائي والقطوعات اللي بتستمر لساعات طويلة تتعالج بشكل سريع إن شاء الله في البلد. السيول والأمطار، نتابع التقرير. تتزايد المخاوف من تكرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها معظم المدن والقرى النائية في موسم الخريف، في ظل مؤشرات بهطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة. فقد شهدت قبل أيام قليلة عدة قرى بشمال بربر والعبادية ومناطق أخرى بولاية نهر النيل موجة سيول وفيضانات تسببت في خسائر مادية وبشرية ضخمة. وقالت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل إن أكثر من 2500 منزل تهدم كلياً، بينما بلغت جملة المنازل المدمرة جزئياً نحو 500 منزل. وأطلقت سلطات ولاية نهر النيل نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والحكومة المركزية بهدف تقديم الدعم اللازم لمواجهة الوضع. وفي ولاية الجزيرة كانت قد أعلنت حكومة الولاية عن انهيار 750 منزلاً كلياً بريف المناجل قابلة للزيادة، إضافة لتأثر بعض المساحات الزراعية. كذلك اجتاحت السيول عددا من الطرق الرئيسة، حيث قطعت الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورسودان بمنطقة وادي الدان بولاية نهر النيل وطريق عطبرة مروي بالكيلو 141. وأنقذت قوات الدفاع المدني والبساطي من مياه سيول وادي الدان 50 كيلومتر شمالي الشندي بعد إصرار قائده على عبور الوادي. وأيضا في ولاية شمال كردفان اجتاحت السيول طريق الصادرات بارة بمنطقة الحجاب بولاية شمال كردفان. وحذرت هيئة الأرصاد بأخذ التحوطات اللازمة في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة في العاصمة وعدد من الولايات خلال الأيام القليلة القادمة. معنا العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني. سيد العميد مساء الخير. مساء الخير عليك ومساء الخير على السادة المشاهدين عبر الأثير. أولا، أكثر المناطق تضررا زي ما بيشبه كل المواسم السابقة، في مناطق أكثر تضررا من مناطق ثانية، لو نأخذ إحصاءات بالمناطق الأكثر تضررا نتيجة السيول والأمطار. أكثر مناطق تضررا كان منطقة بربر في ولاية نهر النيل، في منطقة المكايلاب، عندنا منطقة ولاية جنوب دارفور، وولاية شمال كردفان، ومنطقة جنوب كردفان عندنا وفيات، كان يعني في أغلبها الغرق بسبب التحرك في الخيران، أو إذا كان في مجاري سيول، إذا كان بعربات أو أفراد. نعم. يمكن هذه المناطق الأكثر تضرر، الإحصاءات لا زالت تترى بسبب أنه في بعض المنازل غمرت المياه، وبالتالي حتصبح تزيد الحصيلة، لأنه حتى تجف لو ما انتهت أو ما جفت حيكون في حصيلة زيادة بالنسبة للإحصاءات إذا كان تضر. لو أخذنا أرقام سيد العميد على مستوى الخسائر في الأرواح والممتلكات، الأرقام الأولية على الأقل بالنسبة لنا، الأرقام يمكن في جملتها في السودان كله من بداية الخريف وحتى الآن عندنا 75 وفاة، وعندنا بالنسبة للتدمير الكامل للمنازل 12551، بالنسبة للتدمير الجزئي عندنا 20257 منزل، ده التدمير الجزئي، 39 المتاجر المخازن. يمكن الإحصاءات بالنسبة للنفوق بتاع الحيوانات
117، لكن لسه يعني دي المبلغ أنه حتى الآن في مساحات بالفدان اتأثرت الأفدنة. لسه الإحصاءات، قبل كنت أتكلم مع الإخوة في وزارة الزراعة بأنه دارين حصيلة، وهم يقولوا يعني إلا بعد 10 يوم من السيل المعين أو غبر الأراضي الزراعية، حتى بعد ذلك هم يقدروا يحددوا الضرر الواقع. يعني في احتمال تتحسر المياه ويكون كل المساحات ما أصاب ضرر أو ما تأثرت. مقارنة بالعام الماضي سيد العميد، كيف ممكن يعني نقيس حجم الضرر العام الماضي مع العام الفات؟ العام الماضي فيه الأضرار، يمكن الواقع على الأنفس، يمكن السنة دي يمكن شوية خفة. بالنسبة للتدمير يمكن السيول العدد بتاعه كثير جدا، ما زي السنة الفاتت. السنة الفاتت كان تقريبا في ولاية نهر النيل، لكن في مواقع تانية منطقة الباوقة ومجاورة. هسه في ولاية نهر النيل في كذا سيل، في خيران هي نزلت في المجرى بتاعها دون ضرر، لكن فيها جزء كبير سبب أضرار. عندي منطقة الفاو والمنطقة المناقل في ولاية الجزيرة، الخيران في ولاية جنوب دارفور، في كثير من المناطق كان الضرر من الخيران، وكان السبب في الوفيات أو كان له دور كبير جدا في ارتفاع نسبة الوفيات. نعم، في انقطاع في عدد من الطرق القومية، في طرق تانية في نهر النيل وفي سنار. الآن الوضع كيف؟ وضع الطرق الرابطة بين المحليات والولايات؟ يعني يمكن ساعة واحدة من ظهر اليوم كان مجتمعين غرفة الطوارئ المركزية، كان فيها استعراض من أخونا في موسل طرق الجسور، ورى العمل يعني جاري في صيانة الطريق القومي. في بعض المناطق أثرت بانجراف جانبي أو قلت آكل جانبي بالنسبة لحواف الأسفلت، في حتات قطعات وجاري العمل على صيانتها. في يمكن عطبر هيا استخدم طريق التحويلة، ولكن الحركة بتاعت السير متواصلة دون انقطاع. في قبل كان في بلاغ في طريق ربك خرطوم ربك، وجاري العمل على المعالجة. احنا نشكر جزيل الشكر السيد العميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني. شكرا جزيلا سيد العميد، كتر خيرك. نشوف الخريف في الخرطوم طبعا أقل ضرر بما لا يقارن مع المناطق اللي حصل فيها قطوعات للطرق الرئيسية وتدمير لعدد كبير من القرى ومن المدن في عدد كبير من ولايات السودان. الخرطوم الإشكاليات متعلقة بالبيئة نفسها وقدرتها وتحملها لهطول الأمطار. الآن في فيديو يعرض أمامكم، جولة لوالي ولاية الخرطوم. الضرر أخف طبعا بما لا يقارن مع الولايات، لكن برضو بيعكس البنية التحتية بالنسبة للعاصمة، وإنها تحتاج إلى جهد، لسه محتاج إلى جهد كبير. في مجهودات مبذولة، دي عمليات شفط مستمرة في واحدة من المناطق، الشوارع الرئيسية ما تعرف بشوارع الزوار زي ما عرفنا في واحدة من الحلقات، شارع المطار كان فيه إشكالية باتجاهاته المختلفة ناحية الشرقية أو الغربية أو الجنوبية. باستمرار بتكون في عربات شفط متوفرة في الساعات أول الساعات بعد انتهاء أو توقف الأمطار، وده جهد جيد جدا. لكن في مناطق تانية ما بيصل إطلاقا عملية يعني تحسين الوضع البيئي، عملية رش الأحياء والمناطق المختلفة لتقليل الذباب والبعوض اللي بيكون منتشر إلى حد كبير. معالجات جزئية، أظن المعالجة دي كانت في محلية أم درمان، في الخرطوم برضو كان في معالجة مشابهة. لكن برضو في المجمل في وجود لمياه الأمطار في مناطق كبيرة. نقدر نقول نلخص إنه الوضع في العاصمة ما كل واحد، في بعض المناطق بتحظى بمتابعة قد تكون لها علاقة بعمل المحليات نفسها. في الشوارع الرئيسية بيتم التعامل مع يعني عملية شفط المياه بشكل سريع، وفي مناطق ثانية فيها في بطء في التعامل معها. ده ما يتعلق بالخريف
بشكل عام في الولايات والوضع في الخرطوم.